السلام عليكم أخ سامر، أولا أعتذر عن التأخير، للأسف هناك كان هناك طارئ. بالنسبة للأحجار التي تكلمنا عليها البارحة، حجر الصور هذا هو حجر الصور، حجر متشكلة من السيليكس. القطعة التي وجدتها أنت مثل هذه، لها سطح أملس، لها مكان طرق، لها الشفرات والزاوية المائلة. النمط هذا يتكرر مع كل تقريبا مع كل قطع. هذا هو البطن أو من جهة مسطحة، ومن جهة العلوية تكون على شكل شفرات. بالنسبة للحجر الأسود، أعتذر، بالنسبة للحجر الأسود مثل هذا، مثل هذا، التفاوت في اللون وفي الصلابة. هو في الأساس يكون على هذا الشكل في مجاري المياه الأودية، تقوم الأودية والمياه بسقليه هكذا، ثم يتكسر سواء عن طريق عوامل طبيعية أو بشرية هكذا هكذا هذا على الشكل الأملس أو الدائري، الشكل الخارجي. لما تجد زوايا حادة، فتلك الزوايا هي، لما تجد زوايا حادة مثل هذه فهي حديثة، كما نقولوا حديثة انكسار أو تكسر. فيها اللون ذهبي لا يظهر جيدا، أظنه بيريت. هذه الحجارة تم عليها الطرق، بمعنى أنه إنسان بدائي استعملها أو أراد أن يستعملها كأداة حجرية. تجد كل الألوان وكل أشكال، هذا حجر رملي، هذا حجر رملي عليه الطرق مثل حجر الصور. لا هو ثاني الجهة السفلية أو البطن سطح كامل، مكان طرق، الجهة العلوية عندها شفرات منه حادة تقريبا مع كل الأحجار التي رأيتها عندك. هي من نفس هذه الأحجار، مكونة من السيليكا أو يطلق عليه حجر صوان، لكن هذه المادة السيليكا هذه هي المادة الأساسية التي تتكون منها كل أحجار كريمة. لذلك يمكن أن تجد حجر ذو قيمة مادية أو جمالية مثل هذا، هذا عقيق وتشكل وسطه الكوارتز. أحاول أن أريك إياها في السمش لعلها تظهر جيدا. لقد تم استعمال هذا الجزء اللي هو العقيق أو حجر الصوان، وهذا الكوارتز لم تكن له قيمة، لا يحتاج. بالنسبة لهذا، هناك شكل آخر هو بلورات، ممكن المكان الذي أنت فيه توجد فيه بلورات مثل هذه.
تصل إلى هذا الجمال. هذه ليست من منطقتنا، هذه هدية من أستاذ. منطقتنا توجد أحجار كوارتز لكن صغيرة الحجم، جميلة لكن صغيرة الحجم. هذه التي وجدتها في المنطقة، هذا بلورات كوارتز، لها صلابة وصلادة، يمكنها أن تخدش زجاج. لها شفافية، لا تظهر جيدا لكن لها شفافية. هذه بلورة. على العموم، بما أنك وجدت تلك الأحجار فهناك أمل في إيجاد أحجار أخرى جميلة. بالمناسبة هذا هو السهم الحجري أو أداة الحجرية التي وجدتها. هناك سهم آخر لونه أصفر للأسف ضاع، لكن هذا ما زال عندي، وهذا لم يتم تكملة صنعها. على العموم، هذه لمحة الأحجار متواجدة منطقتنا. هذا بيريت. بيريت كما ذكرت لك ممكن أنه يأتي على شكل هكذا، على شكل بلورات أو على شكل مكعبات مثل هذا، يكسب طبقة من الصدى أو طبقة، لكن حين تكسره تجده أصفر مثل الذهب، حتى سمي بالذهب الكاذب لأنه يشبه الذهب. هذه الحجارة تكون بهذا الشكل، جيود تكون حجارة فارغة من الداخل، لما تكسرها تجد هذا الكوارس أو هذه البلورات. في فيديو آخر إن شاء الله نواصل شرح أو استفسار آخر عن أحجار، وأتمنى لك التوفيق أخي سمير. أعتذر عن التأخير، والله كان طارئ. السلام عليكم.